بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم نتكلم عن محاضرة الدكتور سميح اللي هي Polypeptides and Proteins. محاضرة إن شاء الله كثير سهلة. نبدأ بداية نطلب من الله سبحانه وتعالى تيسير الأمور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. Polypeptides and Proteins. الآن أنتم عارفين أنه أي شيء بالحياة هو يتكون من مركبات أساسية، وهي المركبات ترتبط مع بعضها البعض حتى تكون لك بنية كاملة. يعني مثلا البيت، أنت عندك البيت بيكون كبير لكن هو مكون من إيش؟ بلوكات، بلوكة 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 لحتى صار عندك بيت. نفس الشيء الآن نتكلم عن Proteins. البروتينز هي عبارة عن إيش؟ أمينو أسيد. في عندك أنت هون أمينو أسيد، أمينو أسيد، أمينو أسيد هون، مظبوط، هيو، وعندك برضو أمينو أسيد ثاني وأمينو أسيد ثالث وهكذا. الآن بين كل أمينو أسيد وأمينو أسيد لازم يكون في رابطة بيناتهم حتى يشبكوا كلهم مع بعض. هاي الرابطة اللي بيناتهم هاي اسمها بيبتايد بون، بيبتايد بون. فإذا كان في عندك أنت هون أمينو أسيد واحد وجيت ربطت فيه واحد ثاني لازم تربطهم بيبتايد بون. هيك بيكونوا كم في عندك أمينو أسيد؟ اثنين أمينو أسيد. فمنهم اثنين بصير اسمهم داي بيبتايد، داي بيبتايد، تمام؟ فداي بيبتايد يعني في عندك اثنين امينو اسيد مربوطين برابطة بيبتايد بون. الان اذا كانوا ثلاثة هيك بيكون ايش صار اسمه؟ صار اسمه تراي بيبتايد، مظبوط. طيب اذا كان في عندك كثير 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 في عندك كلهم مرتبطات ببعض، كلهم مرتبطات ببعض، شو صار اسمه؟ اكثر من ثلاثة هيك كثير صار، بصير اسمه بولي بيبتايد، بولي عديد. فهي اللي بالاحياء تتذكروا كان اسمها سلسلة عديد البيبتيد، ها هي سلسلة عديد البيبتيد، أمينو أسيد أمينو أسيد أمينو أسيد وهكذا، كلهم مرتبطات مع بعضهم. فبصير عندك سلسلة بولي بيبتايدز، واللي هي بولي بيبتايدز يعني بدها تصير عندك بالأخير بروتين. بروتين هو إيش؟ عبارة عن بولي بيبتايدز مع بعض، لكن يصير في عليه بعض التعديلات إن شاء الله راح نشوفه. فبداية البيبتايد بون هي كيميكال بوند that is formed between two amino acids، اثنين، when the carboxyl group of the of one molecule react with amino group of other molecule releasing H2O. يعني انتو عارفين اي امينو اسيد من اسمه امينو اسيد لانه في عنده NH بدايته وفي عنده بنهايته COOH او COOO minus، مظبوط. الان البيبتايد بون هي عبارة عن ارتباط الكربوكسيل جروب من هون مع الامينو جروب من الجهة الثانية. نتيجة ارتباطهم بطلع عندك H2O released، بطلع عندك نتيجة هذا الارتباط. This is a dehydration synthesis reaction also known as condensation reaction. يعني التفاعل اللي راح يصير هون بما انه طلع عندك مي، طلع من نتيجه التفاعل ماء، يعني خسرت هاي المركبات جزيء ماء. فمعنى خسرت جزيء ماء يعني ايش؟ نشفت، مظبوط، نشفت لانها خسرت ماء. فهذا اسمه التفاعل ايش؟ dehydration، dehydration synthesis، تصنيع الديهايدريشن. dehydration دي ازاله، hydration مي، فديهايدريشن reaction لانه طلع عندك مي، أو بسموهم برضو اسم ثاني اسمه condensation reaction. هذا إذا التفاعل اللي بصير بين الأمينو أسيدز. The resulting شو result؟ بده يصير ارتباط للCO مع الNH، لأنه حكينا الكربوكسيل جروب مع الأمينو جروب بتنتج عندك CONH bond called peptide bond اللي إحنا بدنا نحكي عنها. And the resulting molecule is an amide. لأن molecule اللي طلع عندك صار اسمه إيش؟ amide. الأمايد إنه إيش صار في عندك؟ انه يحكي لك بطل امينو اسيد وامينو اسيد، صار اسمهم امايد، امايد، واضح. طيب اذا كانوا اثنين حكينا بيكون اسمهم داي بيبتايد، فالداي بيبتايد هو تو امينو اسيد مع بعض، تراي بيبتايد يعني ثلاث، فهو ثلاثة امينو اسيد مع بعض. واذا كانوا كثير طويله بصير اسمها ايش؟ بولي بيبتايد، ممتاز. and polypeptides and proteins are chain of amino acids held together by peptide bonds. يعني البولي بيبتايد هي عباره عن البولي بيبتايد والبروتينات نفس الشيء تقريبا، هي عبارة عن إيش؟ أمينو أسيدز كلهم مرتبطات مع بعض، هيل توجذر، مربوطات ببعض ببتايد بوندز. الآن أنا كيف بدي أقرأ سلسلة البولي ببتايد هاي؟ بدي أقرأها من أنه هاي السيكونس أوف أمينو أسيد إن البولي ببتايد أر ريد من وين؟ فروم ذا أمينو تيرمينال إند للكربوكسيل تيرمينال إند. يعني عندك تبلش أنت من هون، يعني هاي في عندك هي الـ NH، تبدأ من هون وتروح جهة الـ COOH. يعني انا بلشت من الامين جروب للكربوكسيل جروب فقط. الان هي بحكي لك البوليبتايد تشين كونسيست اوف ان كونستنت
باك بون بلاك. باك بون يعني انتم عارفين وهو اي الجزء اللي بالامينو اسيدز، يعني انه هو مش الامين جروب ولا الكربوكسيل جروب مثلا، الجزء البنية الأساسية، يعني البنية الأساسية للتركيب. هاي الباك بون، هاي اللي باللون الأسود، والسايد تشين اللي هي الآر، هاي السايد تشين اللي بتميز لكل أمينو أسيد عن الثاني، هايها بلون أخضر. لكن اللي بهمك من هون من وين تقرأه، بتقرأه من الأمين جروب إلى الكربوكسيل جروب. فأصلا باللغة الإنجليزية شو هو أول حرف؟ حرف الـ A، مظبوط. فأنت بتبدأ من حرف الـ A لحرف الـ C، إذا من الأمينو أسيد للكربوكسيل جروب، من امينو تيرمينال للكربوكسيل تيرمينال. طيب الان شو خصائص، شو الكاركترستكس اوف البيبتايد بون، شو خصائصها؟ اول اشي خصائصها انه هي اول اشي بحكي لك كوفالنت بوند. شو يعني كوفالنت بوند؟ يعني رابط تساهميه. كيف يعني تساهميه؟ انه كل واحد بدفع فيها، فهذا دفع جزء من الامينو جروب دفع الاتش، والكربوكسيل جروب دفع الاو اتش، فناتج عندك اتش 2 او مي، فهي تساهميه، اثنين تساهموا فيها. شغله ثانيه قويه جدا سترونج بوند، واضح قوية جدا. والبيبتايد بوند كمان بحكي لك هي uncharged، غير مشحونة، لكن بولر قطبية، يعني كويسة بالماء، يعني مش كارهة للماء، لكن بنفس الوقت not ionized، يعني not charged، ما عليها لا موجب ولا سلب. يعني هي البيبتايد بوند، لو تيجي تشوف بيبتايد بوند بتشوف عليها ناقص او زائد، ما بتشوف، فهي uncharged بس بولر، بولر قطبية يعني بتذوب بالماء. lack of rotation around the bond، انه ما في عندك روتيشن اراوند ذا بوند. يعني لو نحكي هون في عندك هي هذا الشكل اللي هون، هي النجمه هاي هي امينو اسيد، والنجمه الثانيه هاي امينو اسيد ثاني، هي اللي بيناتهم هاي البيبتايد بوند. هاي البيبتايد بوند قويه جدا، فبالتالي هذول ما بيقدروا يلفوا، النجمه هاي ما بتقدر تلف ولا النجمه هاي بتقدر تلف، فعندك لاك اوف روتيشن، يعني عندك قله بالروتيشن، ما فيش يعني، او ما فيش روتيشن نهائيا، لا يوجد روتيشن، ما في لفات around the bond. هون بحكي لك the peptide bond has partial double bond has partial double bond characteristic that is shorter than single bond. فإذا أول نقطة عرفناها إنه lack of rotation. هسا بحكي لك إذا كان في عندك أنت double bond، رابطتين، إذا كان عندك double bond، شو خصائص ال double bond؟ هون إذا رابطتين هون بيكونوا إيش أول إشي؟ هاي أمينو أسيد وهي أمينو أسيد، لما يكون بينهم رابطة واحدة، نحكي هي الرابطة تكون طويلة إذا كانت واحدة يعني single peptide bond، بس إذا كانت double bond بتكون أقصر، طولها أقصر. فهون shorter double bond بتكون shorter than single bond and therefore rigid و planar. كل ما كانت ما هي أقصر، كل ما كانت إيش أقسى، لأنه كل ما أنت كان مثلا كل ما كانت مثلا أنت ماسك، أنت وواحد ماسكين مثلا عصاي، كل ما كانت عصاية طويلة كل ما كانت تتحرك كثير بيناتك وتقدروا تلفوا زي ما بدكوا. لكن إذا كانت قصيرة كثير ما تتحرك كثير، مظبوط. فهون الدبل بوند، الدبل بوند بتكون شورتر أقصر وأقوى، وبلانر يعني بلانر سطحية يعني، ما بس إنه أقوى وأقصر، واضح. طيب ترانس كونفيجوريشن، الترانس حكينا شو الترانس، تتذكروا إنه في سيس وفي ترانس. السيس إنه بيكون عندك شغلات على نفس الجهة، لكن ترانس بيكونوا عكس بعض. فهون مثلا هاي خلينا نحكي السي ألفا هاي مع السي ألفا هاي، اثنينهم على نفس الجهة، اثنيناتهم يعني خلينا نحكي هذا الخط، اثنين تحت الخط، مظبوط. لكن هون لو نرسم خط هون تلاقي هي واحدة تحت الخط واحدة فوق الخط، لما يكونوا عكس بعض بيكون ترانس، لما يكونوا مع بعض بيكون سيس، واضح؟ سيس وترانس. فهون بما انه هون ايش الرابطة البيبتايد بوند ترانس، مهم جدا تعرف ترانس بوند، واضح، ترانس كونفيجوريشن بيبتايد مش سيس انستد تو سيس. فاذا هذول خمس نقاط، هذول حفظ لانه ممكن يجوا سؤال بما انه خمسة. اول ايش رابطة تساهمية، رابطة قوية انشارد بس بولر وما فيش روتيشن، وممكن يكون فيها دبل بوند، والدبل بوند بتكون اقوى واكثر من السنجل بوند، والكونفيجوريشن بيكون ترانس مش سيس. ترانسفورم از سترونجلي فيفربل او فيفرد بيكوز ستيريك كلاشز ذات اوكيرز ان ذا سيس فورم. يعني بحكي لك هون لما بيكون سيس فورم، وهون في عندك برضه في امينو اسيد ثاني وامينو اسيد ثاني، وهون في امينو اسيد وامينو اسيد، بصير هذول بخبطن ببعض، هذول الاثنين بصير يخبطوا ببعض يخبطوا ببعض، هذول بسموهم ستيريك كلاشز. بينما يكون واحدة فوق واحدة تحت ما بخبط بعض، بيكونوا ايش متزنات ووضعهم كثير كويس.
فليش السيس مش كويس؟ لانه السيس في ايش اسمه ستيريك كلاشز، بخبطوا ببعض هذول. طيب الان بروتينز ار كومبوزد اوف 1 اور مور ذان 1 بوليبيبتايدز. في بوليبيبتايدز سلسله طويله عديده البيبتيد، اما تكون واحده او اكثر من واحده بنتج عندك بروتين، وهذول بيكونوا طبعا عباره عن ايش؟ امينو اسيدز، ممكن توصل لمئات الامينو اسيدز حتى يتكون عندك بروتين. سبحان الله. Each protein has its own unique amino acid sequence. كل بروتين له amino acid sequence unique، فريدة له لحاله. يعني مثلا والله خلينا نحكي مثلا عن البروتين هيموغلوبين مثلا بتاع الدم. هذا البروتين هيموغلوبين مثلا فيه مثلا شغلات amino acids، ما راح تشوف نفس التركيب ببروتين ثاني بالجسم مثلا الكولاجين. واضح؟ كل واحد له amino acids له، عشان هيك اختلفت اسمائهم. لو انهم كلهم نفس الامينو اسيد كان كلهم نفس الاسم. ف unique amino acid that's specific by the nucleotide sequence of the gene encoding this protein. يعني بحكي لك سبحان الله، هي عندك النواة مثلا، جوا النواة في عندك الدي ان اي موجود عندك. هذا الدي ان اي هو اللي بيحدد لك شو نوع البروتينات اللي لازم يصير لها نسخ وترجمة، translation transcription، حتى ينتج عندك بالاخير امينو اسيدز. واضح؟ فاول اشي بصير في عندك نسخ اللي هو transcription، بعدين بصير translation الى امينو اسيدز. فكل هذا يكون محدد وين؟ بالنيوكليتايد سيكونس، يعني اللي بالدي ان اي، النيوكليتايد اللي بالدي ان اي، اللي بالدي ان اي. وهي بحكي لك الجين انكودينج، يعني بالجينات نفسها اللي بالدي ان اي بتحدد هذا الاشي. فاذا ليش كل امينو اسيد يونيك امينو او عفوا ليش كل بروتين له يونيك امينو اسيد، كل امينو اسيد فريدات لحاله له لحاله؟ لانه كل هذا محدد بالجينات الموجودة بالنواة تاعت الخلية هاي، بالجين انكودينج. واضح؟ الآن أصلا ليش شو بعمل البروتين بالجسم؟ شو بيسوي لنا البروتين؟ البروتين builds ببني and maintain، بحافظ and replace، يستبدل التشو in your body، يعني بحافظ على الأنسجة بجسمك، بيظبطها بيعدلها، الجلد الكذا كل إشي بجسمك فيه بروتينز. العضلات your muscles your organs your immune system، جهاز المناعة عندك كله فيه إيش؟ يعني أو خلنا نحكي عدد كبير منه كله بروتينز. المولدات الضد هاي الشغلات هاي كلها إيش؟ الأجسام المضادة، مش مولدات ضد، الأجسام المضادة اللي جسمك ينتجها هيك بروتينات، جلايكو بروتينز وشغلات زي هيك. Your body uses your protein to eat، أو عفواً use the protein you eat، البروتينات اللي أنت بتاكلها الجسم شو بيسوي؟ شو بيسوي فيها؟ Make lots of specialized protein molecules that have a specific job. يعني البروتينات اللي أنت بتاكلها الجسم بيكسرها وبيطلع منها أمينو أسيدز، حتى يصنع من هاي الأمينو أسيدز يروح يركب بروتينات بحتاجها ل specific jobs، لوظائف محددة. For instance your body uses protein to make hemoglobin، مثلا حكينا الهيموغلوبين تاع الدم من بروتينز الجسم بيصنعه. The part of red blood cells، جزء من خلايا الدم الحمراء هذا الهيموغلوبين. That carries oxygen to every part in your body، بيحمل الأكسجين لكل جسم عندك أو كل جزء بالجسم. فسبحان الله كيف الهيموغلوبين كله هذا من أمينو أسيدز. لو ما تكون الهيموغلوبين كان ما عشنا ولا ثانية. Proteins are the chief actors within the cells said to be carrying out the duties specified by the information encoded in the gene. يعني بحكي لك البروتين هو البيج بوس، الشيف، هو السيد الرئيس بالخلية. ف said to be carrying out the duties specified by the information encoded in the gene، يعني هو اللي بيعلم او هو اللي بيكون، خلينا نحكي شو الوظائف المطلوبة من الخلية، شو الوظائف المطلوبة من البروتين. اذا كان عندك بروتين شو الوظيفة المطلوبة من هذا البروتين؟ وين بتكون مخزنة؟ حكينا encoded in the gene، بالجين encoding داخل النواة بالدي ان اي اللي بيحددها، هي اللي بتحدد وظيفة البروتين وشغله. الآن هذول مهمات وحفظ، هذول شو إنه البروتين بيوميديكال امبورتنس، شو ليش مفيد البروتين. أول إشي they provide immune protection، حكينا الأنتي باديز الأجسام المضادة اللي الجسم ينتجها لقتال الفورين انفيدرز، الأجسام الغريبة اللي تدخل على الجسم، هاي بروتينات. They function as catalyst. هس بدك تعرف شغلة، انه الانزيمات اللي بالجسم هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن بروتينات. فبرضه مش بس كاتاليست للسينثيسز للتصنيع، للكاتاليست للديهايدريشن، لكل اشي. هذا وظيفة الانزيمات هاي كلها معنات وظيفة البروتينات، لان الانزيمات هي بروتينات.
فانزيم كتلايز رياكشنز ذات جنريت انرجي حتى ينتج طاقه حتى يصنع بايو مولكيولز. بعض الشغلات تتصنع عن طريق الانزيمات وبعض الشغلات ديجريد تتكسر عن طريق الانزيمات. الريبليكيشن اللي بالدي ان اي اللي بصير في عندك الريبليكيشن عمليه انه قبل ما تنقسم الخليه بصير دي ان اي ريبليكيشن بعدين بصير دي ان اي ترانسكريبشن بعدين ترانزليشن كله لازم يكون في انزيمات. فبدي احكي لك انه قديش في انزيمات بالجسم، كل هاي الانزيمات هي بروتينات، فبرضو الانزيمات هي من وظائف البروتينات او من الشغلات المفيده بالبروتينات. بعض البروتينات دي ترانسبورت اند ستور اذر مولكيولز سيتش از هيموجلوبين ترانسبورت اكسجين، حكينا برضو الهيموجلوبين واحد من البروتينات المفيده. برضو البروتينات اللي خلينا نحكي هم لما كوننا جدار الخليه معمول له صبه من فوق وعلى الجنب في حائط اسمنتي خرسانه هيك حتى انه ما في اي شيء يدخل على الخليه، هذا كمان كان كله بروتينات. فهون بحكي لك انه هون البروتين نتورك اسمه سايتوسكيلتون، هذا كله عباره عن ايش؟ بروتينات، واضح؟ فالسايتوسكيلتون كمان من الشغلات المفيده بالبروتينات. برضو دي جنريت موفمنت لانه في عندك الاكتين والمايوسين فيلمنتس اللي بتتذكروهم هذول بالعضلات، برضو هذول بروتينات، فبالتالي برضو البروتينات من وظائفها الحركه، انها تعمل لك حركه. كيف بدها تعمل حركه؟ لانه الاكتين والمايوسين هذول ايش؟ بروتينات، اكتين ومايوسين فيلمنتس، خيوط الاكتين والمايوسين form the contractile machinery of the muscle، يعني آلة الانقباض بالعضلات هي الأكتين والميوسين. They work as receptors كمان، أي مستقبل على جسم أي خلية هو عبارة عن بروتين، فهذا مستقبل، إما يستقبل هرمونات، يستقبل مي، يستقبل أي إشي، فالريسبتورز برضو كمان مفيدة. فهذول كنت تحفظهم ممكن يجوك سؤال. الآن structure function relationship in the proteins. The function of protein is directly dependent on its three dimensional structures. يعني هون شو بدي احكي لك، انه في ستراكشر للبروتين هي هون، خلينا نيجي نستبق الاحداث. هسه البروتين كوضع عادي اول ما يكون صغير بطن امه، خلينا نحكي البروتين بيكون عباره بس عن امينو اسيدز وموصلات بيبتايد بونز، هذا اسمه برايمري ستراكشر، هذا الشكل البدائي للبروتين بيكون امينو اسيدز. بعدين بده يتحول لشيء اسمه سكندري ستراكشر، سكندري ستراكشر اما يكون الفا هيليكس بيتا شيت وهكذا، هذا اسمه سكندري ستراكشر. بعدين السكندري ستراكشر هذا بيتركب عليه شغلات ثانيه وبيصير اكبر، بصير بتحول لتيرشري ستراكشر الشكل الثلاثي، وبصير له فولدنج وما فولدنج هيك بتجمع كله على بعضه، وهذا التيرشري هو اللي بيكون ياخذ شكله 3D، هذا اللي بياخذ الشكل 3D، واضح؟ هاي مهمه. فال3D هي 3D دايمنشنال structure وين موجود؟ بالتيرشري، التيرشري اللي هو ثلاث بعطيك 3D، واضح؟ فالتيرشري 3D هو هذا اللي انت بدك تحفظه، انه هو هذا اللي بده يحدد لك وظيفة البروتين، واضح؟ هذا بده يتحدد من وظيفة البروتين. وبالاخير بده يتحول لك كواترنري، يعني الشكل الرباعي، بيكون اكثر من polypeptide، more than one polypeptide chain، كلهم مع بعضهم folded مع بعض، بتراكم وبتكدسوا فوق بعض، هذا اسمه الشكل الرباعي. سبحان الله تبارك الله احسن الخالقين. فهون لو تيجي ترجع بحكي لك انه الفانكشن اوف بروتين وظيفته تتحدد عن طريق اتس 3 دايمنشنال ستراكشر، يعني على اي نوع بروتين، على التيرشري بروتين. بروتين كونتين وايد رينج اوف فانكشنال جروب، معروف لانه كل امينو اسيد فيه له فانكشنال جروب، فلما يكون في عندك كثير امينو اسيدز، مئات الامينو اسيدز مثلا، بده يكون في عندك مئات الفانكشنال جروب. These functional groups accounts for the broad spectrum of protein function. يعني ال functional group تلعب برضو دور في الوظائف تاعت البروتين اللي هي موجودة فيه. For instance, the chemical reactivity associated with these groups is essential function of the enzymes. يعني chemical activity للR، الR اللي هي functional group، chemical activity تاعتها بتحدد لك او بستفيد منها الانزيمز. يعني اذا اجاك سؤال انه شو اللي بيحدد لك، او شو في اشي اسينشال مهم للفانكشن اوف انزيمز، شو بدك تحكي له؟ من الخيارات راح يكون كيميكال اكتيفيتي او كيميكال رياكتيفيتي اوف ذا ايش؟ اوف ذا فانكشنال جروبس الموجوده في البروتينز، واضح؟ اوف ذا فانكشنال جروب.
لان بروتين كان انتراكت وذ وان انذر اند وذ اذر بيولوجيكال ماكرو مولكيولز تو فورم كومبلكس اسمبلز. يعني ممكن هذا البروتين نفسه يتفاعل مع بروتينات ثانيه مع ماكرو مولكيولز، ماكرو يعني كبير، مع جزيئات كبيره ويتفاعل معها. Example replication of DNA، عملية الريبليكيشن لما يتضاعف الدي ان اي قبل الانقسام. The transmission of signals within cells and many other essential processes، كلها هاي ايش نتيجة تفاعل البروتينات مع الشغلات الثانية. واضح؟ فكمثال هون حاط لك انه تفاعل proteins can interact with one another and with other biological macromolecules to form complex assemblies. لانه بالدي ان اي كيف بيجي عندك هاي الدي ان اي، واضح؟ بيجي عندك اول اشي بركب بروتين هون، برد يركب بروتين ثاني وبروتين ثالث وبروتين رابع، ابصر كم بروتين لحتى يصير في عندك عملية الريبليكيشن تبدأ. فهون تفاعل البروتينات مع بعض حتى عملوا لعملية الريبليكيشن. وضحت؟ ان شاء الله بناخذها بالمولكيولر بيولوجي الفصل الجاي اذا الله حيانا. برضو في عندك some proteins are quite rigid، بعض البروتينات بتكون rigid قاسية. Whereas other display limited flexibility، يعني في بعضها بيكون في عندها شوية ليونة وflexibility بتتحرك شوي، لكن بعضها لا تتحرك نهائيا. rigid unit can functions as structural element، هاي مهمة. هسا بدك انت تركب مثلا عندك بدك اشي حماية للبيت عندك للسور مثلا، هل بتركب سور بتحرك بس تدزه يتحرك؟ اكيد لا، راح تدور تركب سور كثير قاسي حتى يمسك ويكون شاد كويس وما يتحرك، مزبوط؟ فهون سبحان الله الريجيد يونتس الاشياء اللي ما بتتحرك تكون صلبه نستخدمها بالجسم كستراكشرال اليمنتس. لا ايش؟ للحمايه او للدعم، ستراكشرال اليمنتس. زائد كمان للكونكتيف تيشو، للنسيج الضام، الانسجه بدك تستخدم انت شيء بكونكتيف تيشو بده يكون شيء كثير قاسي وشيء كثير قوي، فبدك انت ايش؟ بدك يكون ريجيد بروتين. واضح؟ بينما في عندك بعض البروتين في عندها ليميتد فليكسيبيليتي، يعني في عندها مرونه بس محدوده، ليميتد فليكسيبيليتي. هون to assemble protein with one another and with other molecules into complex unit، انه هاي مثال عليها لما انا بدي بروتينات تتفاعل مع بعضها البعض وتتحرك مع بعضها البعض، ممكن يكون في شوية ليونة بين فيهم، انه يحكي لك انه لما بدي اكون complex unit and to transmission of information within the between cells. يعني هون انه بحكي لك limited flexibility نستخدمها او موجودة بالبروتينز اللي هي اللي حكيناهم فوق. يعني حكينا فوق هون بالدي ان اي ريبليكيشن قلنا لازم يصير تفاعل بين اكثر من بروتين حتى يصير في عندك كومبلكس حتى تبدا عمليه الريبليكيشن. هون بحكي لك برضو البروتينات اللي عملت لك الكومبلكس والترانزميشن بينهم بيكونوا نوعهم البروتينات هاي انه ليميتد فليكسيبيليتي عندهم، انه بيكون في عندهم شويه حركه، مش انه ريجيد، نوت ريجيد بروتينز اللي بدها تشتغل هون حتى تعمل كومبلكس، لانهم اذا كانوا كلهم ريجيد مين بده يتفاعل مع الثاني؟ واضح؟ هاي حكيناها انه اول شيء برايمري ستراكشر هو عباره بس عن امينو اسيدز، سكندري ستراكشر انه ممكن الفا هيليكس، بيتا شيت، بيتا تيرنز راح نجيهم ان شاء الله، والتيرشري هو 3 دي دايمنشنال وهو اللي بيحدد لك الفانكشن حكينا، والكواتيرنري اللي بيكون اكثر من بوليبيبتايد، واهم شيء انه بيكون في فولدنج، يعني نتيجه الفولدنج انه بضلوا يتصفط وتصفيط فوق بعض البوليبيبتايد لحتى ينتج عندك الشكل هذا. الان برايمري ستراكشر اوف بروتين هو شو حكينا؟ حكينا هو امينو اسيدز، الأمينو أسيدز هي البرايمري ستراكشر. By convention the primary structure of the protein is reported starting from the amino to the carboxyl، معروفة هاي إنه أنا من وين بقرأ الأمينو أسيدز؟ بقرأ من الN group إلى C، من الأمينو للتيرمينال. وحكينا أمينو لكربوكسيل، أول إشي أنت بتبدأ من حرف الA لأنه هو أول حرف بالإنجليزي، بعدين بدك تقرأ حرف الC، فمن A to C. الان ذا سيكونس حكينا السيكونس اوف امينو اسيد، مين اللي بحددها؟ مين بحدد لي انه اول شيء الامينو اسيد هذا، بعدين هذاك، بعدين هيك هيك هيك؟ قلنا في بالدي ان اي نفسه في جينيتك كود الله سبحانه وتعالى حاطه، حتى ايش يعني الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء مفصل في الجينيتك كودز انه شو لازم يتصنع بالجسم بالضبط. الان الجينيتك كود حكينا الجينيتك كود اول شيء انه بيكون في عندك هي عبارة عن set of rules، قواعد فيها معلومات encoded the genetic material سواء كان DNA or mRNA sequence. بعدين بصير لها translation لبروتين، فأول شيء بيكون replication لل DNA، بعد ال DNA بصير عندك هون messenger RNA اللي هي عملية transcription،
بعدين المسنجر ار ان اي هذا انا بعمل له ترانزليشن، بترجمه الى امينو اسيدز وبروتينات، واضح؟ بترجمه الى بروتينات، تمام؟ وضحت؟ فاذا هاي ريبليكيشن ترانسكريبشن ترانزليشن. الان سكندري ستراكشر اوف بروتين، حكينا السكندري ستراكشر اوف بروتين ولا هون كاني انا ما حكيته؟ حكيته، هيو الفا هيليكس وبيتا شيت وهيك. سكندري ستراكشر هو لوكال ريجولارلي اوكيرنج ستراكشر اند بروتين، يعني اشي طبيعي لازم يصير. mainly formed through hydrogen bond between backbones atom. هاي مهمة وبتجيك سؤال انه السكندري ستراكشر شو اللي بحدده؟ الهيدروجين بوندز اللي بتكون موجودة بين الباك بون اتومز. الباك بون اتومز اللي هو التركيب الاصلي للامينو اسيد، لانه زي ما قلنا الامينو اسيد هاي مثلا عندك الامينو اسيد سيرين مثلا، هو عبارة عن سلسلة، هاي السلسلة اولها في امين جروب واخرها في سي او او اتش وفي لها ار جروب، اللي بالنص اللي هي بنية الاساسية تاعته هذا هو الباك بون. فبالباك بون تفاعلات بين الباك بونز وبصير في عندك هيدروجين بونز، هذا اللي ينتج عندي سكندري ستراكشر هيدروجين بونز. There are two major type of stable secondary. في عندك اشي اسمه الفا هيليكس وفي اشي اسمه بيتا شيت. الفا هيليكس وبيتا شيت are preferably located at the core of protein where is loop referred انه بيكون residual in the outer region. يعني انا لو بدي اكون بروتين هون الالفا هيليكس والبيتا شيت، مو في عندك بالسكندري في الفا هيليكس وفي بيتا شيت وفي لوبس، في لوبس. هسه الالفا هيليكس والبيتا شيت خلينا نرسم هون، هاي الفا او طلعت الفا كبيره وهي بيتا، هذول وين؟ جوا الخليه من جوا، بحبوا يكونوا انهم وين؟ باللوب بالكور اوف بروتين، بحبوا يكونوا جوا البروتين من جوا. بينما هون اللوب بتحب تكون برا اللوب، واضح؟ بتحب تكون اللوب وين؟ برا. فاللوب بتحب تكون انها تكون بالاوتر ريجن. فهي مهم انه بيجي يحكي لك انه الالفا والبيتا وين بيكونوا، بتحكي له بالكور. طيب واللوبس بتكون ايش؟ بتحب تكون اوت، ماشي؟ طبعا ان شاء الله لقدام راح نعرف شو هو الالفا هيليكس وشو البيتا شيت وشو اللوبس، واضح؟ طيب صليتوا على النبي، اللهم صل على محمد. الان بحكي لك الامينو اسيدز vary in their ability to form various secondary structure element. يعني كل امينو اسيد بيختلف عن الثاني بتكوين الامينو اسيدز. في عندك تو امينو اسيدز مهمات انك تعرفهم، في شيء اسمه برولين وجلايسين، هذول بسموهم هيليكس بريكرز، محطمين الهيليكس. يعني اذا كان في عندك الفا هيليكس، الهيليكس هي عباره عن ايش؟ زي هيك زي الزنبرك، هذا بسموه الفا هيليكس، واضح؟ هذا الالفا هيليكس لما يكون اذا كان فيه بروتين وجلايسين كثير بتحطم بتكسر. ليش؟ لان البروتين بيعطيك طعجات زياده هو والجلايسين، فبتكسر لهذا لانه ما بحتمل انه يكون فيه طعجات، لازم يكون ملفوف كويس. فاذا كان مطعوج شوي من فوق ومن هون وعلى الجنب بتكسر. فالبرولين والجلايسين بسموهم الهيليكس بريكرز because they disrupt بتمزق الريجولاريتي اوف الفا هيليكس باك بون كونفورميشن. however both have unusual conformational ability and are commonly found in turns. يعني هذول موجودات كثير وين؟ بالترنز، لانه حكينا هم اصلا بيعملوا لفات، فبالترنز بتلاقي فيه برولين وجلايسين، بس بالالفا هيليكس بتتمزق الالفا هيليكس من وراها، بس بتلاقي فيها لكن مش كثير. by contrast the large aromatic residue، اذا كان في عندك aromatic residue اللي هي انه بيكون في عندك شغله حلقيه مثلا هيك، زي مثلا تريبتوفان تايروسين فينيلالانين، هاي كثير كبيره لارج واروماتيك، هذول بريفيرد انهم يكونوا وين؟ بالبيتا ستراند كونفرميشن، يعني بالبيتا شيت، واضح؟ فاذا حكى لك البيتا شيت مين بيكون فيها كثير، بتحكي له ايش؟ الاروماتيك اللارج اروماتيك ريزيدجو زي تريبتوفان تايروسين فينيلالانين. بالتيرن مين بيكون فيه كثير؟ بتحكي له برولين والجلايسين. ليش طيب ما الاقي البرولين والجلايسين بالهيليكس؟ لانهم بكسروا لي الهيليكس، واضح؟ طيب الان الالفا هيليكس بس انه اذن، فبدنا نصلي ان شاء الله ونرجع عشان الله سبحانه وتعالى يوفقنا، لانه الله سبحانه وتعالى يقول من اجابني حين ادعوه اجيبه حين يدعوني. فلما الله لما الاذان ياذن يعني الله سبحانه وتعالى ينادينا، فلازم نروح نصلي عشان لما نحكي يا رب الله سبحانه وتعالى يتقبل منه وييسر لنا. زاد انه الاشي اللي انت بدك تاخر الصلاه عشانه كله بايدين رب العالمين، فاحنا لا حول لنا ولا قوه الا بالله اللي مدبر هاي الامور كلها اللي بتمشي جواتنا من امينو اسيدز وهيليكس وما هيليكس.
برضو يعني كثير إشي بسيط جدا وهين على رب العالمين إنه ييسر لك باقي أمورك. طيب إن شاء الله بنرجع بعد الصلاة ونكمل بإذن الله. السلام عليكم. طيب الآن الألفا هيليكس. الألفا هيليكس طبعا رجعنا الحمد لله. الألفا هيليكس بحكي لك is right handed coiled or spiral. فهي إيش؟ right handed coiled. كيف يعني right handed؟ مش عارف ليش يكون بيتقول معلق. or spiral يعني شكله spiral. كيف spiral؟ هذا الشكل spiral. كيف right handed؟ يعني زي هاي الإيد، هاي إيدك اليمين. تخيل أنت حط إيدك اليمين وبتحرك هاي الهيليكس، بيجي شكلها زي هيك، بتلف زي هيك. هاي اللفة اللي هي لفة ايدك اليمين، فهي رايت هاندد. هسا في ليفت هاندد بس رير انك تلاقيها، نادرا تلاقيها بالطبيعة. فهم بحكي لك واي ليفت هاندد الفا تشين ريرلي فاوند ان نيتشر، يعني ما بتلاقيها بس غالبا رايت هاندد. هاي رايت هاندد او اللي بتشبه سبايرال، بقول لك هاي شكلها هون بين كل نيتروجين او اللي هي الامين جروب وبين كل هاي بحكي لك every backbone and each group donate a hydrogen bond to the backbone اللي هي الكربوكسيل جروب of the amino acids. ففي عندك hydrogen bonds بصير بيناتهم، زائد انه طبعا في بيناتهم حكينا بين كل amino acid و amino acid في ايش؟ في peptide bond. بس هون حكينا اللي ايش اللي بيميزنا secondary structure اللي هو الالفا هيليكس والبيتا شيت وشغلات هاي، انه في hydrogen bond. فعم بحكي لك هيدروجين بوند اللي بتتكون نتيجة انه الامين جروب بعطي هيدروجين للكربوكسيل جروب. وحكينا الرايت هاندد هي الموست كومون، رايت هاندد هي الموست كومون بالالفا هيليكس، بينما الليفت هاندد ريرلي. بس برضو الالفا هيليكس برضو هي الموست كومون سكندري ستراكشر، يعني الالفا هيليكس موجودة اكثر ما انك تشوف البيتا شيت والشغلات الثانية. واضح؟ إذا حكي لك شو الموست كومن سكندري ستراكشر، شو بدك تحكي؟ الفا هيليكس. وشو الاشياء اللي تكون ماسكيتهم؟ تحكي له هيدروجين بوندز. والفا هيليكس ليفت ولا رايت؟ بتحكي له رايت. واضح؟ الان تكمله بحكي لك الفا هيليكس ذا بولي بيبتايد تشين از كويلد توجذر ان فاشن اوف سبرينج، يعني انه بحكي لك البولي بيبتايد التشين السلسله هاي كيف ملفوفه هيك لف زي السبرينج زي الزنبرك، زي ما انت شايف هي ملفلفه زي الزنبرك. The backbone of peptide form the inner part of the coil while the side chain extend the outward. يعني بحكي لك زي ما انت شايف الشكل هذا، الباكبون هو الموجود من جوا، الباكبون موجود من جوا، بينما اللون الاخضر هذا اللي هو السايد تشين زي ما انت شايفين طالع من برا، طالع من برا. فهون هو بحكي لك انه البيبتايد فورم الانر بارت الجزء الداخلي هو الباكبون، بينما السايد تشين اكستند اوتر فروم ذا كويل، من برا الزنبرك اوتر. واضح؟ طيب the helix is stabilized by hydrogen bond، كمان حكيناها between the nitrogen حكينا. بس هم هم وين؟ بحكي لك بين النيتروجين and the carboxyl group of the fifth amino acids. fifth amino acid. واضح؟ وكل لفة فيهم بتكون تتكون من 3 و6 amino acid. يعني شو اللي بدي اوصل لك اياه؟ بدي احكي لك انه هون في amino acid، بعدين هون امينو اسيد ثاني، بعدين هون امينو اسيد ثالث، 3.5 بعدين لف، 3.6 تقريبا. فكل 3.6 في لفه، هاي بتيجي سؤال، كل 3.6 في لفه. واضح؟ بين كل امينو اسيد مع الامينو اسيد الرابع بتتكون عندك الهيدروجين بوند. وضحت؟ بين كل امينو اسيد مع الامينو اسيد الرابع مع الفورث امينو اسيد، واضح؟ بتكون عندك هيدروجين بوند، بينما كل امينو اسيد مع الامينو اسيد اللي جنبه بيكون في عندك بيبتايد بوند اللي حكيناها اول شيء. وضحت؟ فهي مهمه انه الرابع وانه كل 3 و6 امينو اسيد تقريبا بلف لفه. امينو اسيد بروبنسيتيز، بروبنسيتيز يعني ممكن انك تحكي انه هي الشغلات اللي بتخرب الامور مثلا، ممكن هيك تعتبرها. انا بدي اوصل لك معلومه انه في عندك كل امينو اسيد بيختلف عن الثاني في انه بقدر يعمل الفا هيليكس ولا لا. يعني مثلا بحكي لك ميثيونين، الانين، ليوسين، انشارجد جلوتاميت، لايسين، كلهم هذول عندهم هاي هيليكس فورم، يعني كثير كويسات لانهم يعملوا في الهيليكس. طبعا هذول بما انهم خمسه ممكن يجوك كسؤال. واضح؟ هذول بيجوا كسؤال ممكن، انه بحكي لك واحد من هذول مثلا مش من ضمن الشغلات بتعمل هاي هيليكس فورم. بينما حكينا في تو امينو اسيدز كثير سيئات للهيليكس اللي هم البرولين والجلايسين، لانهم بيعملوا كينك، بيعملوا لفات طعجات. تمام؟ فممكن يحط لك اربعه من هون، يحط لك جلايسين مثلا، تحكي له جلايسين
ما بيعمل هيليكس فورمينج او بخربها هو، ما مش انه كويس لها. والبرولين نفس الشيء. الان بحكي لك برولين ايذر بريك اور كينك، حكينا اما انه يكسر الهيليكس او انه يطعجها طعجه كثير سيئه. بوث بيكوز ات كانوت دونيت امايد هيدروجين بوند. ليش؟ لان بحكي لك البرولين كثير كحته كحتوت، ما برضى يعطي الهيدروجين بوند، فانه ما بيقدر يعطي الامايد هيدروجين بوند، فما عنده امايد هيدروجين بوند. هاي مهمه. ليش البرولين مش كويس؟ لانه ما عنده امايد هيدروجين، فما بيقدر يعطي هيدروجين بوند، ما بيقدر يكون هيدروجين بوند اللي هي الاساس بانها تعمل ستابلايزيشن وتثبيت للسكندري ستراكشر. فبالتالي اذا ما كان في عندك هيدروجين بوند راح يتكسر كل البناء. And also because the side chain interferes sterically or sterically with the backbone of the preceding chain. انه بحكي لك السايد تشين تاعته اللي هي الار تاعت البروتين البرولين نفسها برضو بتتعارض مع الامينو اسيدز الموجوده في الالفا هيليكس، فسيء. اذا في شغلتين، اول اشي اللي هي انه ما عنده امايد جروب الامايد هيدروجين يعني، والشغله الثانيه انه السايد تشين تاعته مشكلجيه فبيعمل مشاكل. واضح؟ فهو كحته واولاده بيعملوا مشاكل. Inside the helix there is this forces a bend of about 30 درجة in the helix axis. شوف هاي مهمة. يعني البرولين هذا نفسه لو انت حاطه على اشي لينير وحطيت البرولين بالمنطقة هاي راح يعمل لك زاوية، فبصير هيك. خلنا نحكي هاي 30 درجة. واضح؟ طبعا هاي اكثر من هاي 60 يمكن. فبعمل لك طعجة، فما بالك بهليكس ملفلفة ومظبطة زي الزنبرك وحطيت برولين هون بده يكسرها كسر. وضحت؟ فشو بعمل؟ بعمل تغيير ب 30 درجة، بلف الها 30 درجة. Large number of charged amino acids. Charged amino acid برضو ايش؟ سيئات. عشان هيك حطينا فوق uncharged glutamate. لأنه إذا في charged مع أي شحنة ثانية بيروحوا بلزقوا. فمثلا glutamate، aspartate، histidine، lysine، arginine، كلهم هذول disrupt the helix. ماشي؟ فممكن كمان يجوك هذول، فممكن لازم انت تحفظهم. اذا مين الكويس؟ الشارجد جلوتاميت ولا الانشارجد جلوتاميت؟ الكويس انشارجد جلوتاميت، اللي مش كويس الشارجد جلوتاميت. وضحت؟ فالشارجد هذول مش كويسات، بينما الانشارجد كويسات. الامينو اسيد وذ بلكي سايد تشين، يعني سايد تشين كثير كبيره زي ما حكينا الاروماتيك والتريبتوفان والشغلات هاي، برضه مش كويس. خلصنا الفا شيت. الان الالفا هيليكس قصدي، هسه البيتا شيت. البيتا شيت طلع كيف بشكلها، بحكي لك برضه بسموها بيتا بليتد شيت، از ليس كومن ذان الفا هيليكس، لانه حكينا الفا هيليكس هو المور كومن او الموست كومن كمان. بيتا شيت كونسيست اوف بيتا ستراند كونكتد لاترالي، جنب بعض كونكتد لاترالي باي ات ليست 2 اور 3 باك بون هيدروجين بوندز. برضه في هيدروجين بوند كمان، لانه اكيد كل سكندري ستراكشر فيه هيدروجين بوند، فهم بحكي لك على الاقل لازم يكون في 2 تو 3 باك بوند هيدروجين حتى يرتبطوا مع بعض. فورمينج تويستد بليتد شيت، اللي هو هذا الشكل، انه هيك 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 هيك، هذا شكل البيتا شيت. البيتا ستراند از ا ستريتش اوف بولي بيبتايد، نفس الشيء اكيد بده يكون بولي بيبتايد تيبيكالي 3 ل 10. هاي مهم الرقم، كثير كثير مهم، انه مش بحكي لك مئات وما مئات وابصر ايش، بس من 3 ل 10 لازم يكون. وتيبيكالي لونج وذ باك بون از اولموست فولي اكستندد كونفورميشن، يعني بيكون مفتوحات، يعني هي شايف منشورات نشر اكستندد مش ملفلفات على بعض زي الهيليكس. ماشي؟ قديش في بالبيتا شيت؟ كم امينو اسيد تقريبا، او كم بولي بيبتايد، او عفوا كم امينو اسيد البولي بيبتايد؟ بحكي له من 3 ل 10. The majority of beta strand are arranged adjacent to other strand، هيهم جنب بعض، and form extensive hydrogen bond، بترتبطوا بينهم hydrogen bond مع النيبرز، مع الجيرانهم، كل واحدة بترتبط مع الثانية، which the NH group of backbone ترتبط مع ال CO group، نفس الاشي يعني. In the fully extended beta strand, six side chain pointed straightly up, then straightly down, then straightly up. يعني طلع شو بحكي لك؟ بحكي لك اذا كان fully extended، اذا كان مفتوح كويس البيتا شيت زي هيك، شو بتشوف انت؟ اذا انت فتحته هيك، فتحته فتح خط مستقيم، بتلاقي سايد تشين اللي هي الار مره لفوق مره لتحت مره لفوق مره لتحت مره لفوق زي هيك. فاذا حكالك بالfully extended بيتا شيت، شو بتشوف؟
تحكي له بشوف السايد تشين مره بوينتد اب مره بوينتد داون مره بعدين اب وهكذا اب داون اب داون، بس لازم يكون مفتوح كثير كويس. طيب الان بارلل انتي بارلل البيتا شيت، في شيء اسمه بارلل وفي شيء ايش اسمه انتي بارلل. كيف يعني؟ بحكي لك اذا بارلل شو يعني، يعني متوازيات، يعني نفس الشكل هذا، هذا الشكل نفسه شايفينه، ها هذا شايفينه، باجي بشيله بعمل له كوبي بلزقه هون بيست. فزي ما انتم شايفين الاو هون هي هون، الار هون هي هون، لان اتش هون هي لان اتش هون، الاو هاي هون هي هون، فشايف كوبي بيست بارلل فون ادجيسنت بولي بيبتايد تشين رانينج ان ذا سيم دايركشن، نفس الدايركشن تاعها بالضبط. بينما انت بارلل العكس، واضح بيكونوا عكس بعض، يعني هون الار هون تشقلبت على الجهه الثانيه صارت على الجهه، فاوبوزيت دايركشن من اسمه انتي بارلل فالاوبوزيت دايركشن. طيب الان نيجي للتيرنز، تيرنز برضه من السكندري ستراكشر اليمنت اوف سكندري ستراكشر وير از او وير ذا بوليبتايد تشين ريفيرس او ريفيرس ايوه ريفيرسز اتس اوفرول دايركشن. هسه راح نعرف كيف، يعني هون بدي احكي لك انه في ريفيرس للدايركشن، انه شكلها مش منتظم، واضح انه الشكل غير منتظم. فاذا حكى لك ريفيرس دايركشن بدك تتذكر شكل مش منتظم اللي هم التيرنز. برضو برجع بحكي لك اياها مره ثانيه، انه هي التيرنز هذول نوت فورم ريجولار سكندري ستراكشر، مش ريجولار هذا الشكل، مش زي البيتا شيت منظمه ولا زي الفا هيليكس منظمه، هيك كثير مخربطات. الان بحكي لك هون برضو التيرن ستراكشر، انه عندك الالفا الكربون الفا اوف اتوم اوف تو ريزيجو سيبريتد باي تقريبا من 1 لـ 5 ببتايد بوندز، بعدين بيرجعوا بيشبكوا ببعض او اقل من امينو. يعني كيف عندك هون انت امينو اسيد، هاي امينو اسيد، وعندك هاي امينو اسيد ثاني، وهي امينو اسيد ثالث، وهي امينو اسيد رابع مثلا، واضح. هسه هون في بيبتايد بوند وهون بيبتايد بوند وهون بيبتايد بوند، بعدين تتصل الكربونه هاي بالكربونه هاي، واضح. فكان بين الفرق بين الكربونه هاي والكربونه هاي في عندك اكثر من بيبتايد بوند، وضحت. بس بدي احكي لك مش شكل منتظم، يعني هي هون هون بيكون له قسم وهون له قسم، فهذا بيشبكوا ببعض، يعني شكل غير منتظم بيكون. حتى الاجزاء اللي هسه راح نحكيهم اللوبز والمالتي تيرنز والهيربن كلها اشكال غير منتظمه مش زي اول، وضحت. فاذا يا حكالك بس انه غالبا بتكون اقل من 7 امينو اسيدز، والكربونه الفا بيكون مفصوله ب من 1 لـ 5 ببتايد بوندز، واضح. وانه نوت فورم ريجولار سكندري ستراكشرز. الان التايبز اوف تيرنز، بس انه اعرف الان شو انواع التايبز اوف تيرنز. في عندك اول اشي في الفا تيرن، الالفا تيرن كل ما انت بتبلش هسه في الفا بيتا جاما دلتا، كل ما بتنزل لتحت كل ما بتقل عدد البوندز. فالالفا تيرنز فيها 4 ببتايد بوندز، واضح هاي الالفا، فتذكر الالفا فيها 4 ببتايد بوندز. البيتا وهي الموست كومن، هاي بتيجي سؤال انه شو الموست كومن تايب اوف ذا تيرنز او تايب للتايت تيرنز، شو بدك تحكي له؟ بيتا تيرنز، فهي كثير مهمه، هاي بتيجي سؤال. فالبيتا هي الموست كومن، كم بيكون فيها بوند؟ 3 بوندز. ممكن يحكي لك اكثر او الموست كومن تايب، ما بحكي لك شو هو بيتا ولا كذا، بحكي لك الموست كومن تايب كم فيه بوند، بتحكي له الموست كومن تايب فيه 3 بوندز. الجاما بتقل 1 صارت 2، الدلتا بتصير 1، لان في تي تي تيرن، تي تي تيرن هاي او اللي هي اسمها باي تيرن، هي مش تي تي، هذا حرف الباي هيك، ممكن باي تيرن فيه 5، فالباي بحكي لك باي باي، فلما بحكي لك واحد باي باي بايده فعنده هو 5 اصابع، فباي باي 5 بونز. بينما بقيات الالفا 4 3 2 1 والموست كومون البيتا و 3 بونز بيكون. الان هذا ايش؟ هي انواع التيرنز، اول اشي تايت تيرنز وهي انواعه. الان في عندك اللوبز، اللوبز كمان بيجوا كمان هيك ملفلفات، بيقول لك من جوا في عندك هيدروفيلك ريزيجيو and they are found in the sea، او عفوا الهيدروفيلك من برا حتى تكون ذائبه بالمي، واضح. فالهيدروفيلك من برا بتكون هيدروفيلك ريزيجيو found on the surface على السطح. اللوب that have only 4 to 5 amino acid residue called are called tern when they have internal hydrogen bonds. يعني بحكي لك هي بتيجي هيك لوب ملفلفه وبس بالمنطقة هاي هيك، هاي عفوا تيرن ملفلفة، وبالمنطقة هاي هيك بصير في عندك تيرن ثانية، وهاي انه الشكل كله بصير اسمه لوب، وضحت. بس انه عرف انه بس من 4 لـ 5 والهيدروفيلك بتكون على السطح، وهو النوع الثاني للتيرن اللوبز. النوع الثالث لللوبز اسمه مالتيبل تيرن، او عفوا النوع الثالث للتيرن هو مالتيبل تيرن،
بحكي لك مالتيبل تيرم مور ريزيديو ار انفولف اكثر من ثلاثة لاربعة. وفي انه بيكون عندك بما انه مالتيبل تيرمز بتكون هون في واحدة تيرمز مثلا وهيك جاية، وفي واحدة ثانية تيرمز هون، واثنين بخبطوا ببعض وملزقين ببعض، فهون في اوفرلابينج، في تداخل، فاوفرلابينج تيرمز ما بتشوفها الا بالمالتيبل تيرمز. وضحت؟ بيكون في عندك كثير ريزيديو. فور اكزامبل مثلا على الريزيديو الخامس، يعني على الامينو اسيد الخامس مثلا، بتلاقي تداخل للاولى بين الاول والرابع، والثاني بين الثاني والخامستين، مش مهم طبعا ابدا، بس انه بدي اوصلك معلومه انه في بينهم تداخل، عشان هيك يسموهم مالتيبل تيرمز. برضو بسموهم اسم ثاني دبل تيرمز، لانه في عندك اكثر من واحده فبسموهم دبل تيرمز. مالتيبل تيرمز اب تو 7 فولدز، سبع اضعاف. occurs in the protein and they are found to be more common than a single turn. بحكي لك برضو بتكون more common ال multiple turns أكثر من single turn. multiple turn أكثر من single turn، واضح؟ وبحكي لك multiple turns up to sevenfold occur in protein. يعني multiple turn نفسها لما تكون هون في عندك مثلا هاي turn، وهي في turn ثاني، وهي في turn ثالث، وهي في turn رابع، كلهم بصيرون folding مع بعض، بتصفطوا مع بعض حتى يكون لك البروتين. وضحت؟ فهي بتشوفها كثير بالبروتين، up to 7 fold، اكثر من 7 fold ما بتلاقي يعني غالبا. تمام، يعني قاعدين نحكي هاي الشغلات باختصار عشان ما نعجق الموضوع، ولا هاي كل واحدة فيهم قصة لحالها ترى. تمام، الان في عندك الهير بين اللي هو دبوس الشعر زي ما انتم شايفين. الهير بين ها special case of tear in which direction of protein backbone reverse and flanking secondary structure element interact. يعني كيف يعني ريفيرس؟ يعني بحكي لك هو هيو بيجي بطلع برد يرجع، نفس الشيء بطلع وبرجع، فهو ريفيرس، عشان هيك ريفيرس. تمام، فور اكزامبل بيتا هيربن كونكت تو هيدروجين بوند انتي بارلل بيتا شيت او انتي بارلل بيتا ستراند. يعني هون بحكي لك الهيربن اصلا وظيفته حتى انه يربط بين الشغلات الثانيه. يعني في عندك مثلا بيتا ستراند اللي شرحناها قبل، اللي هي كان شكلها هيك بيتا ستراند، اذا بتتذكروه كان في السايد تشين واحدة لفوق واحدة لتحت. اذا كان في عندك بيتا ستراند واحدة بارلل والثانية عكسها، يعني انتي بارلل بيناتهم، بيجي الهيربن اللي هو اسمه الفا هيربن وبربط بيناتهم. وضحت؟ بيجي البيتا هيربن بربط بينات الانتي بارلل بيتا ستراند هذول. واضح؟ فهو سكندري ستراكتشر، بس الوظيفة انه بيساعد السكندري ستراكتشرز الثانيات اللي زي البيتا ستراند وغيرها. واخر اشي اسمه سوبر سكندري ستراكتشر، او له اسم ثاني اسمه موتيفز او سوبر سكندري ستراكتشر. هون خلينا نعطي مثال شوي اذكى من هاي الاشياء. لو اجينا حكينا انت مثلا رحت تشتري شوكولاتة جالكسي، فتحت شوكولاتة الجالكسي لقيت نصها شوكولاتة جالكسي والنص الثاني سنيكرز مثلا، فانت صار عندك نفس الشوكولاته في سنيكرز وجلاكسي بنفس الوقت، هذا اللي بيسموه سوبر سكندري. يعني بتلاقي ثنتين سكندري بنفس الوقت، فهو كومبينيشن اوف الفا هيليكس او الفا هيليكسز مع بيتا ستراكتشرز كونكتد ثرو لوبس. بدك تعرف شغله مهمه انه مين اللي بربطهم ببعض؟ اللوبس هون بتربط، واضح؟ يعني الهيربن كان يمسك حكينا قبل شوي، بس انه هون بالسوبر سكندري اكثر شيء اللوبس. في شغلات ثانية راح نحكيها. طيب وضحت؟ فهون بحكي لك بما انه انت صار سوبر سكندري ستراكشر، يعني هيك بتلاقي هون بيتا شيت هي بلون اصفر، وفي الفا هيليكسز، وهي شايف مربوطين بلوبز، اللوبز هيهم غير منتظمين. فهيك صار شكل يعني كثير اكبر من السكندري ستراكشر. فهي بحكي لك انه some kind of linkage than tertiary ستراكشر. يعني ممكن انت تصنفه تيرشري ستراكشر، ممكن انه تسميه بس اداة ربط بين السكندري ستراكتشرز. فبرضه ممكن يسموه موتيف حتى توصف هذا السوبر سكندري ستراكتشر. وضحت؟ الان بدك تعرف بس كم من شغله، وهي كان والله اعلم اجتنا ايامها سؤال انه ديس ستراكتشرز كان بي ريليتيفلي سمبل. كيف يعني؟ بين الفا والفا، يعني تو الفا هيليكسز مربوطات بلوب، تمام؟ اذا بين كل الفا والفا في لوب، بين البيتا والبيتا برضه لوب، بين الشكل هذا اللي اجانا بيتا الفا بيتا، والله اعلم يعني الناس بس كان بيتا الفا بيتا لينكد، انه ايش؟ بيتا ستراند لينكد تو الفا هيليكس ذات از لينكد تو انذر بيتا ستراند باي لوبس، ماشي؟ اور مور كومبلكس لايك ستراكشر لينك تو ذا بيتا بارلز.
او كأنه هذا اللي جاي سؤال. شوف انه كله لوبز اللي بربط بيناتهم، بس هذا ايش انه يحكي لك اذا كان في اشي كثير كومبلكس ستراكشر اللوب ما بتوفي معاها، يعني ما بتقدر تمسك هذا الكومبلكس ستراكشر، فبدك ايش اسمه بيتا بارل، في ايش اسمه بارل برميل، برميل البيتا، فايش كثير كومبلكس ما بمسكه الا بيتا، بيتا بارلز. واضح؟ وضحت الامور؟ ان شاء الله تكون وضحت الامور بهاي المحاضرة. يعني اسفين جدا على التقصير، لكن يعني الواحد بحاول يوصل المعلومة قدر المستطاع، واي اشي كان صح فهو من عند الله سبحانه وتعالى، واي اشي غلط فهو اكيد من عندي ومن الشيطان، سامحونا على التقصير. وان شاء الله اشوفكم فيديوهات قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.